هنعمل مع بعض رز بالشبت لطيف جدا. عندنا هنا رز بسمتي او مصري مغسول ومنقوع ومتصفي. الرز البسمتي لكل كوبايه من الرز من كوبايه ونص لكوبايتين من السائل السخن، لو رز مصري يبقى لكل كوبايه كوبايه. عندي حبهان وزبده زيت ذره وشبت متقطع رفيع خالص زي ما انتم شايفين كده، في كميتين، في كميه هتبقى فريش زي ما هي وفي كميه اللي هتخش جوه الرز. هحط هنا دول كوبايتين رز، دول كوبايتين رز، يبقى معلقه من الزيت، معلقه من الزبده، يعني نص معلقه لكل كوبايه. كوبايتين الرز، فص حبهان لكل كوباية من الرز، معلقة ملح لكل كوباية من الرز، معلقة صغيرة ممسوحة، يبقى نص معلقة من الزيت ونص معلقة من الزبدة، واحدة حبهان ومعلقة ملح لكل كوباية من الرز. شوحنا، هنزل معلقتين كبار من الشبت المفروم. المية من كوباية ونص لكوبايتين لكل كوباية من الرز البسمتي وكوباية الكوباية لو رز مصري. لازم نجرب النوع بتاعنا الأول ونشوف بياخد كوباية ونص ولا كوبايتين. طيب السائل لازم يكون سخن، المية لازم تكون سخنة، وبعدين أول غلوة على نار عالية من غير الغطا، بعدين هغطي وبرده النار عالية وآخد غلوة كمان، وبعدين أوطي خالص وأسيبه بقى لحد ما يستوي تماما تقريبا للكوبايتين، ياخد حوالي تلت ساعة على نار هادية بالغطا لحد ما يكون استوى خالص. بعد ما يستوي خالص هديله شوية من الشبت الفريش. ممتاز. كمان الشبت ده ممكن تاخدوه ضربتين تلاتة في الكبة فيبقى عبارة عن سائل أخضر، ما يبقاش فيه قطع من الشبت جوه الرز، وبرده يديله طعم الشبت واللون الأخضر. برده دي طريقة ممكن تعملوها. كمان بدل الشبت ممكن نستخدم بقدونس، كزبرة، ممكن نستخدم سلق، ممكن نستخدم سبانخ علشان ندي برده اللون الأخضر والطعم. اوكي كده احنا خدنا اول غلوه على نار عاليه من غير الغطا، هنحط بقى الغطا وناخد غلوه تانيه على نار عاليه. يلا خدنا اهو تاني غلوه، هبتدي بقى اوطي على الرز، اوطي خالص خالص خالص، او ممكن انقل بقى على نار هنا اصغر. بصوا هنا الفقاقيع بتاعه الهواء دي اهي تعرفكم ان احنا ماشيين تمام وان الرز بيستوي مظبوط، وفي المرحله دي ما تقلبوش الرز، في المرحله دي بالذات لو قلبنا الرز هيتكسر خلاص، هو بدا يخش في السوى يعني بدا يبقى طري وهو واخد تسويته مظبوط، ميته مظبوطه، كل حاجه مظبوطه، يبقى ما فيش داعي ان احنا بقى ندخل ونبتدي نقلب، يبتدي يعجن ويتكسر الحبوب بتاعه الرز بتاعته تتكسر. تمام رائع، خلاص ده هيتغرف فندفي بقى عليه. ادي القالب، لو انتوا عايزين تغرفوا بقالب يعني مش عايزين تحطوه في طبق عادي، وهنحط شويه من الشبت تحت فريش، وبعدين هنجيب طبقه من الرز، واحنا بنكبس الرز ما نكبس زياده عن اللزوم، نعجنه بقى، احنا ما صدقنا طلع معانا مظبوط ومفلفل، وبعدين اقوم جايه هنا كبسه جامد قوي يقوم معجن مني. اوكي وبعدين اقوم حاطه طبقه من الشبت تاني في النص، وبعدين اقوم حاطه طبقه من الرز وشكرا. ده طبعا طريقه للتقديم، لكن انتوا ممكن تحطوا عادي جدا في طبق وترشوا على وشه شويه من الشبت الفريش، مش اكتر من كده.